عزيزتي أعزائي، أهلا بكم في حوار فرانس 24، ونستقبل فيه وزير العدل والحريات المغربي الأستاذ مصطفى الرميد. أهلا وسهلا بك على قناة فرانس 24. شكرا لكم الأستاذ جمال ولقناة فرانس 24. أنتم هنا في زيارة خاصة التقيتم خلالها وزيرة العدل الفرنسية، وفي ختام هذه الزيارة أعلن عن استئناف التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا. هل انتهت هذه الأزمة التي دامت سنة تقريبا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أنا في زيارة رسمية مع وفد مغربي، جئنا في إطار عملنا سواء من جانبنا أو من جانب الفرنسي من أجل تجاوز الأزمة التي أشرتم إليها. حقا كانت هناك مكالمة بين جلالة الملك وبين الرئيس الفرنسي، واللي على أساسها جينا كنشتغلوا. اشتغلنا من أجل وضع حد لهذه الأزمة، وبالفعل تم اتفاق في النهاية على تصور جديد للتعاون القضائي المغربي الفرنسي على قاعدة تعديل مقتضيات الاتفاقية القضائية الرابطة بين البلدين. احنا كما تعرفون سي جمال منذ البداية، ولما يعني رأينا بأن هناك حوادث وقعت هنا في باريس كان يمكن أن يذهب ضحيتها بعض المسؤولين مغاربة بسبب قصور في الاتفاقيات الرابطة بين البلدين، قلنا بأنه هذه الاتفاقيات ينبغي أن تخضع للتقييم وللتصويب، وبالفعل هذا هو ما وقع من خلال المحادثات التي دامت يومين. جرى الحديث عن طلب من الرباط لفرنسا لمنح حصانة للمسؤولين المغاربة، هل كانت هذه النقطة ضمن محاوراتكم، وما هي لو تحدثنا عن شروط هذا الاستئناف بصفة عامة؟ وأكد لكم أننا في المملكة المغربية لم نطلب في يوم من الأيام ولا في أي لحظة من اللحظات أي حصانة كيفما كان نوعها ولأي أحد كيفما كان مستواه. ما كنا نطلبه، وهذا كين في البلاغ ديال فبراير 2018، هو أننا قلنا تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات. إذن كنا كنتكلموا من نهار الأول الاتفاقيات، واليوم انتهينا بالاتفاقيات هي التي تعدلت، وأقول لم تعطي الحصانة لأحد، ولم نكن نسعى لإعطاء أي حصانة لأي أحد. وأيضا أؤكد بأننا في هذه الاتفاقية التي وقعنا عليها صباح هذا اليوم أبدا لم نفكر حتى فيما يسمى فلامبينيتي، أي عدم الإفلات من العقاب. هذا شيء لا يمكن أن نتصوره ولا يمكن أن ندعو إليه ولا يمكن أن نتفق معه على أي حد أو ندفع أحدا للاتفاق معنا عليه. هناك من يرى أن البعض يرى أن رد الفعل المغرب خلال هذه الأزمة كان مبالغا فيه، على اعتبار أن القضاء الفرنسي القضاء مستقل ولا ينبغي أن يتحمل الحكومة والجهاز التنفيذي والدولة هذه المسؤولية. لا، هو الموضوع ليس موضوع استقلال القضاء من عدمه. أنتم تلاحظون أن الأزمة بدأت يوم ذهب 7 رجال شرطة إلى أين؟ إلى إقامة سفير المغربي، وفي الوقت الذي كان يوجد وزير الداخلية. من أجل ماذا؟ من أجل استدعاء المسؤول عن المخابرات المغربية الذي لم يكن في المغرب. وبمنطق القانون الذي لم يكن في المغرب أو لم يكن في فرنسا، لم يكن في فرنسا. وبمنطق القانون الفرنسي فإنه لا يمكن أن يكون هناك أي استدعاء أو أي بحث أو محاولته مع شخص غير موجود على التراب الفرنسي، ما دام أن الجريمة المدعاة وكذلك الشخص المعني يعني ليس فرنسيا. إذن كان هناك مشكل، وبالتالي رأينا أن هناك
مشاكل أخرى بعد ذلك، لأنه كانت هناك شكايات أخرى. نحن لا نجادل في حق أي شخص في أن يتشكى وأن يقدم شكايات ضد أي شخص في المغرب كيفما كان مستوى، ولكن لا يمكن أيضا أن نقول بأن هناك فقط القضاء الفرنسي وأنه القضاء المغربي ينبغي استبعاده وينبغي تجاوزه وينبغي إهماله. نقول ما يدعى بأنه يعني تجاوزات فإنه يدعى أنها وقعت في المغرب، والأشخاص الذين يشتكون مغاربة. إذن من الناحية المبدئية ينبغي إسناد الاختصاص للقضاء المغربي. ونقول أيضا إذا كان القضاء المغربي يعني ما تحملش مسؤوليته، يمكن حينئذ للقضاء الفرنسي أن يمارس صلاحياته وسلطاته. وهذا الموقف الذي عبرنا عنه والذي يعني بلورناه في إطار هذه الاتفاقية، استندنا فيه إلى روح اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية التي تعتمد ما يسمى بالتكاملية لكافة الدول التي توقع على اتفاقية روما، حيث إن هذه الاتفاقية تعطي للدولة الأولوية في محاكمة الذين يمكن أن يكونوا محل اشتباه في تورط في التأديب، وفي حالة عدم قيام بالمحاكمة أو في حالة إنجاز محاكمة سورية تسترجع المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها. إذن هذا هو الذي اعتمدناه، وعلى أساسه قمنا ب توافق على نص نعتقد أنه استوحى روح هذه الاتفاقية الدولية المهمة. تساءل الكثيرون لماذا تم إلغاء زيارة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار واستبدلت بزيارتكم؟ دون أن أدخل في تفاصيل يمكن أن لا أكون محيطا بها لأنني يعني محيط بالملف الذي من أجله حضرت، ولكن بعض الوقائع المرتبطة به يعني لست مؤهلا للحديث فيها، ولكن أعتقد بأنه بعد ذلك كانت هناك مكالمة هاتفية بين جلالة الملك وبين الرئيس رونت، وتم اعتماد وزيري العدل في كلا البلدين للتفاوض من أجل إيجاد صيغة الملائمة في الموضوع. وزير الخارجية المغربي في حوار مع جونافخيك أكد على أن عنصر الثقة في العلاقة بين البلدين هو أهم شيء، وأن هذه الثقة اهتزت بسبب هذه الأزمة. هل يمكن أن نقول اليوم أن الثقة تمت استعادتها، أم سيكون الحذر سيد الموقف في الأيام المقبلة؟ أؤكد لكم بأننا في أول لحظة التقى فيها الوفدان لاحظنا من جانبنا أن الطرف الفرنسي له إرادة أكيدة في وضع حد لهذا الخلاف، وأيضا لاحظ الوفد الفرنسي نفس الشيء على الوفد المغربي. وأؤكد لكم أننا بعد أن كانت بيننا مفاوضات عميقة صريحة بناءة تم احترام فيها المرجعيات الدستورية لكل بلد، تم احترام سيادة كل بلد، تم احترام فيها روح كما قلت الاتفاقيات الدولية، انتهينا إلى توافق يمكن أن تتأسس عليه الثقة، وأقول لكم الثقة التي يمكن أن تكون أكثر مما كان سابقا. لماذا؟ لأننا لدينا الآن نص بعد أن يتم مصادقة عليه حكوميا في كلا البلدين وكذلك برلمانيا ونشره بالجريدة الرسمية في كل المغرب وفرنسا، سيسمح بمعالجة المشاكل التي كانت سببا في هذه الأزمة وفي اهتزاز الثقة فعلا بين البلدين. الآن يمكن أن أقول لكم أن كل ذلك أصبح من الماضي، وأننا نستشرف يعني تعاونا بناء ومثمرا لفائدة مصلحتي البلدين. هل صحيح أن هناك فريق داخل الحكومة الفرنسية الاشتراكية يدفع في اتجاه تعزيز العلاقات مع الجزائر على حساب المغرب؟ أؤكد لك أن السيدة وزيرة العدل الفرنسية السيدة كريستيان توبيرا وكذلك مرافقها وكذلك مسؤول وزارة الخارجية الذين كانوا حاضرين لم نلمس منهم إلا تقدير تام للمغرب ولمؤسساته، ولم ألمس أيضا لدى الجميع المسؤولين
الفرنسيين الذين التقيتهم وعلى رأسهم رئيس الجمعية الوطنية وكذلك رئيس مجلس الشيوخ إلا الاحترام التام للمغرب والحماس الشديد من أجل وضع حد للخلاف الذي وقع بين البلدين والإعلان عن إرادة دعم هذا الاتفاق الذي كنا في طور يعني إنجازه. فرنسا تعد من أبرز الحلفاء للمغرب في قضية الصحراء، هل كانت هناك خشية أو هل هناك خشية في الرباط أن يؤثر تداعيات هذه الأزمة على هذا الموقف؟ أعتقد بأنه تجاوزنا يعني مرحلة الأزمة والآن نحن في مرحلة جديدة كما قلت يمكن أن تكون أفضل من مرحلة ما قبل الأزمة، ولذلك لا أعتقد بأن الموقف الفرنسي بالنسبة للقضايا الوطنية المصيرية سوف يتغير. أعتقد بأن المغرب له حقوق ثابتة في ترابه ووحدته، وأعتقد بأن المغرب حينما يدافع عن ذلك فلا يمكن لأصدقائه إلا أن يجد عندهم الدعم الكامل، والمؤكد أن فرنسا لا يمكنها أن تبخل على المغرب بهذا الدعم لأنها تعرف ماذا يعني تعني القضية الوطنية بالنسبة للمغاربة جميعا. سنة من تعليق التعاون القضائي تقريبا من 20 فبراير 2014، باعتباركم وزيرا للعدل والحريات في هذا القطاع، هل ما هي العواقب؟ كيف كانت التداعيات وحصيلة هذا تعليق هذا التعاون القضائي؟ من تضرر أكثر؟ ليس المهم هنا الحديث عن من تضرر أكثر، ليس بالضرورة في البلد بس القطاعات من الشريحة. تضررت العلاقات ثنائية، عشنا مرحلة ابتزاز يعني كما قال السيد وزير الخارجية في موضوع الثقة، كان هناك تجميد للعلاقات على مستويات مختلفة، الآن سنغلق هذه الصفحة لنبدأ صفحة جديدة والسلام. طيب، في الأحداث شارلي إبدو في المسيرة التي شهدتها فرنسا في 11 يناير، لاحظنا أن المغرب اكتفى بتقديم التعازي ولم يشارك في التظاهرة لأن السبب هو رفع رسوم مسيئة للرسول، في الوقت الذي شارك فيه مثلا ممثل دول عربية وإسلامية، ملك الأردن، ممثل السعودية. هل السبب كان هو رفع الرسوم أم توتر في العلاقات بين الرباط وباريس؟ لا أعتقد أن موضوع شارلي هو أكبر من الأزمة التي مرت منها العلاقات المغربية الفرنسية. المشكل هنا هو أنه إذا كان الإرهاب مرفوضا ومدانا والمغرب لا يمكن إلا أن يعبر عن ذلك، فأيضا هناك مسألة اللي هي عندها حساسيتها بالنسبة أولا للملك بصفة أمير المؤمنين، بالنسبة للحكومة التي لا أريد أن أتحدث عن مكوناتها، ولكن بالنسبة للشعب المغربي. ولذلك ينبغي أن نفرق بين ما تنشره شارلي الذي بالنسبة في المغرب لا نقبله إذا تعلق الأمر بالمس بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا ضد ازدراء الأديان كل الأديان، لكن في نفس الوقت نحن ضد الإرهاب، ولذلك المغرب قام بواجبه فيما يخص الموقف من الإرهاب، لكن أيضا قام بواجبه في عدم تزكية أي ممارسة يمكن أن تمس بمقدسات المسلمين، ومعلوم أن هذا الأمر محسوم لدى المسلمين ولا يمكن أن يكون لنا فيه الرأي والرأي الآخر. الأستاذ رميد، تم اختياركم رجل السنة في موضوع السياسة والحكمة في المغرب، وأنتم من سياسيين القلائل وليست مجاملة الذين لهم عليهم إجماع داخل في المغرب سواء من داخل أو خارج الحكومة، لكن ماذا تحقق في مجال السياسة والحكامة في مجال القضاء منذ توليتم هذه الحقيبة؟ شكرا لكم على هذا السؤال أستاذ الكريم. ما تحقق هو أنه لدينا اختلالات جسيمة في منظومة العدالة. لأول مرة المغرب يعرف حوارا وطنيا يستهدف إصلاح هذه المنظومة يشارك فيه الجميع ومن كافة المستويات.
ولأول مرة لدينا خارطة طريق اسمها ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نستند إليه في الإصلاحات. اليوم صدر مشروعي قانونين تنظيميين أساسيين، الأول هو المتعلق بمجلس السلطة القضائية، والثاني هو المتعلق بالنظام الأساسي، واللذين ننتظر المصادقة عليهما برلمانيا هذه السنة لنؤسس لأول مرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويصبح القضاء عندنا مستقل مؤسساتيا بعد أن كرسنا استقلاله الفعلي. ثانيا، اليوم المغرب يخطو خطوات كبيرة في مضمار ضمان الحق وحقوق والحريات، ونريد أن يتأسس ذلك على قوانين جديدة تستلهم أولا الاتفاقيات الدولية في الميدان، تستلهم أيضا المعايير الدولية، وتستلهم يعني آخر ما وصلت إليه التشريعات المقننة. هذا ما جسدناه في مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يوجد بين يدي الأمانة العامة للحكومة، ثم أيضا يتجسد في مسودة مشروع القانون الجنائي الذي سوف نعرضه على الرأي العام في القريب العاجل. ليس الأمر يعني يقف عند الحد. على مستوى النجاعة القضائية المطلوبة من حيث سرعة البات، التحديث، من حيث القرب يعني المرفق القضائي من المواطنين غير ذلك، هناك التنظيم القضائي الجديد، هناك قانون المسطرة المدنية الجيدة، على مستوى مناخ الأعمال هناك تعديل لمدونة التجارة، على مستوى يعني التحديث هناك تقدم كبير، على مستوى الحكامة هناك مجموعة من المعطيات لو سمح الوقت يمكن أن أدخل معكم في تفاصيلها، والتي تشير ربما في مناسبة لاحقة نخصصها للمجال القضائي في المغرب. على كل حال وصلنا إلى نهاية البرنامج، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في المغرب على هذا الحوار. شكرا لكم. شكرا لكم عزيزتي أعزائي، ابقوا معنا على قناة فرانس 24.